بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم ميس إسراء عسكر من حضانة الطفل العبقري. النهاردة عايزين نشرح مع بعض رقم 6 لسن 3 سنوات. طبعا أنا بكلم حضراتكم علشان تبقوا فاهمين الميس بتتعامل إزاي في الحضانة علشان ولي الأمر يعرف يتعامل في البيت مع طفل. مناهج الطفل العبقري خير البناء، بناء الأبناء. طيب أنا دلوقتي عشان أشرح رقم 6 هل هدخل بيه على الأطفال مرة واحدة؟ لا، ده ما ينفعش. أنا أول حاجة بعملها علشان أدخل للطفل الفصل، لازم أول حاجة ألقي التحية، يعني أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علشان يرد ورايا، ودي حاجة من الأساسيات اللي لازم نعملها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انا دخلت وفي ناس ردت وفي ناس ما ردتش. طيب انا دلوقتي دخلت الفصل، عايزه كل الاطفال تنتبه معايا لما ادخل لهم وامسك لهم حاجه زي كده، عروسه، اي لعبه، اي لعبه. دلوقتي كل اللي ما كانش مركز معايا هيركز مع اللعبه اللي الميس ماسكاها علشان يشوف هي ماسكه ايه، وهيبقى حابب ان هو يلعب كمان معاها. فانا دخلت عليه بلعبه كده، طيب هيعمل ايه؟ هيركز مع اللعبه جدا. طيب انا عايزه احكي له حاجه باللعب، عايزه احكي له حاجه باللعبه، يعني العروسه دي هي اللي هتحكي له انا هبدا حصتي ازاي. طيب قبل ما ابدا عايزه اعرفكم ان النهارده هشرح رقم 6. هشرح رقم ايه؟ 6. طيب علشان اشرح رقم 6 ده ليه اهداف، ليه مجموعه من الاهداف. ايه الاهداف اللي انا عايزه احققها علشان اكون انا كده ايه، حسيت ان انا وصلت للطفل حصتي كاملة؟ ايه اهدافي؟ طيب انا معايا 4 اهداف، 4 اهداف علشان اوصل رقم 6. طيب الاربع اهداف دول مطلوبين مني في الحصة الاولى، الاربع اهداف دول مطلوبين في الحصة الاولى. طب هو انا هشتغل رقم 6 ده حصة واحدة؟ لا، مش هشتغله حصة واحدة. انا معايا رقم 6 هياخد معايا عدد الحصص اللي محتاجاهم من 2 لـ3، ممكن توصل معايا لكام حصة؟ لـ4 حصص. ممكن توصل معايا لكام حصة؟ 4 حصص. طب ليه؟ طول ما انت بتاخدي وقتك هتمكني مع الطفل اكتر. لما تاخدي وقتك في شرح الرقم تمكني مع الطفل اكتر. طب ممكن يكون بعد الـ4 حصص عايزة محتاجة تاني، مع ما تاخدي الرقم اللي بعده هيأكد لك اللي قبله. زي الواحد لو ما كانش اكدنا عليه في رقم 2 هنأكد عليه اكتر، 3 نفس النظام. طيب ايه اهدافي؟ انا اول حاجه عايزه اوصلها للطفل هي توصيل عن طريق الايه، الاشياء الملموسه. طب دي انا هجيبها كده مره واحده؟ لا، ممكن اجيبها بايه؟ بالقصه. ممكن اجيبها ايه؟ بقصه، احكي لهم قصه. طيب انا ايه قصتي علشان اوصل لهم الرقم؟ انا احكي لهم حكايه بالعروسه علشان يركزوا. الطفل بيحب القصص جدا، لما تحكي لهم قصه هتلاقيه منتبه معاكي اكتر. بل ومع ذلك انت كمان ماسكه عروسه فهو منتبه زياده انه مركز مع العروسه. طيب دخلت الفصل، القينا التحيه. طيب انا اقول لهم دلوقتي العروسه دي عايزه تحكي لكم حكايه، العروسه دي عايزه تحكي لكم حكايه. كان في مره ولد اسمه ايه؟ اسمه امير. اسمه ايه؟ اسمه امير. مين اللي بيتكلم دلوقتي معايا؟ العروسه. طيب اسمه امير، ماله امير ده؟ كان طالع رحله مع الحضانه بتاعته، هو وزمايله طالع رحله مع الحضانه بتاعته. رايح فين؟ رايح حديقه الحيوان. راح فين؟ راح حديقه الحيوان. طيب راح حديقه الحيوان، هو في الحديقه هو وزمايله شافوا ايه؟ طبعا احنا بنشوف في الحديقه الاسد والفيل والزرافه، وكمان هنشوف ايه؟ هنشوف الارنب. هنشوف ايه؟ شفنا الارنب. طبعا احنا كلنا عارفين الارنب، والارنب حيوان ايه؟ اليف. طبعا كل الاطفال راحوا على الارنب يتفرجوا عليه، واحنا عند الارنب شفنا الارنب وقعدنا نتفرج عليه. واحنا عند الارنب ايه اللي حصل؟ لقينا مع الارنب حاجه، لقينا مع الارنب حاجه. يبقى احنا شايفين الارنب، شفنا الارنب، لقينا مع الارنب حاجه. ايه اللي لقيناه مع الارنب؟ قعدنا نبص نبص نبص، لقينا الارنب طلع علينا ايه؟ كارت. طلع علينا كارت. الكارت ده عليه رقم. ايه الرقم اللي عليه؟ رقم 6. طبعا مفيش حد عارف، انا اللي برد. رقم ايه ده؟ رقم 6. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ طبعا بنكرر ايه الرقم علشان يعرفوا ايه الرقم اللي معايا، وكده انا عرفتهم ان ده الرقم. طيب رجع امير البيت، روح تاني البيت وخلص الرحله بتاعته، وراح يدور على مامته، راح يدور على مامته، راح يدور عليها. لما روح البيت لقى مامته واقفه في المطبخ،
وقف معاها، تعملي ايه يا ماما؟ انا بجهز الغدا. طب اساعدك في ايه يا ماما؟ ده مين اللي بيتكلم؟ امير بيسال مامته اساعدك في ايه؟ قالت له يلا علشان نجهز الغدا مع بعض. اساعدك في ايه يا ماما؟ قالت له طلع الاطباق على السفره. طلع الاطباق على السفره. قال لها يا ماما اطلع كام طبق؟ قالت له طب ما تعد تشوف عندك كام طبق. بدا يعد الاطباق اللي عنده. عد واحد كم؟ يبقى انا معايا كم طبق؟ معايا كم طبق؟ اطلع ايه كمان يا ماما؟ قالت له طلع الشوك. طب عد الشوك اللي عندك يا امير. وبدا يعد. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. ستة. يبقى انا كده ايه طلعت ستة يا ماما. طب اطلع حاجة كمان؟ قالت له اه طلع الكوبايات. واحنا بنستخدم الكوبايات دي في ايه؟ بنستخدمها ليه؟ طيب عد يا امير الكوبايات. وبدأ امير يعد الكوبايات. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. معايا ست كوبايات. يبقى انا كده عرفت الطفل، حكيت له قصة، لفت انتباهه بالقصة وبالدخلة اللي حكيت له هي القصة، عرفته أشياء ملموسة بالعدد اللي أنا محتاجة أوصله له كده. ده اللي أنا وصلته إيه لطفل 3 سنوات. طيب يبقى أنا كده حققت إيه أول هدف أنا محتاجة. أول هدف أنا محتاجة. طيب إيه تاني هدف أنا محتاجة؟ محتاجة إن الطفل يعرف الرقم. يبقى كتابة الرقم اللي هو طبعا رقم إيه؟ رقم 6. رقم ايه؟ رقم 6. طيب انا دلوقتي عايزه ايه؟ عايزه اعرف الطفل الرقم عشان الفت انتباهه، وبعمل الرقم كبير على السبور عشان يشوف ايه الحاجه الغريبه اللي اتحطت على السبوره دي. طبعا حاجه بالنسبه له لسه جديده، اول مره يشوفها. واعمل ايه؟ بلونه. طيب ده اسمه ايه؟ ستة. اسمه ايه؟ ستة. اسمه ايه؟ ستة. طيب انا هقول له كده بس؟ لا، انا معايا طفل، انا معايا طفل 3 سنوات محتاج اديله الارقام. معايا من 1 لـ10 بيبقى بالانشودة. معايا من 1 لـ10 بيبقى بايه؟ بالانشودة. يعني انا اقول له ستة بس؟ لا، هقول له ستة ايه؟ اصحى بدري. ستة اصحى بدري. ونفضل نكرر مع بعض. يبقى اقول له ستة اصحى بدري. 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 بتتكتب كتير. ستة اصحى بدري. 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 هي دي اسمها ايه؟ ستة. اسمها ايه؟ ستة. اسمها ايه؟ ستة. اسمها ايه هنا؟ ستة. وتحت اسمها ايه؟ ستة. ستة، صح كده؟ طيب احنا قلنا الطفل 3 سنوات مش محتاجة منه ان هو يكتب الرقم، انا محتاجة منه ان هو ايه؟ يلون لي الرقم. يلون لي الرقم. برسم له دي كده الرقم مجوف، محتاج يتلون. طيب انا دلوقتي انا عايزه اطلع محمد، انا عايزه اطلع محمد هيلون لي. هيلون لي الرقم ازاي؟ بصوا كده معايا، بصوا بلون جوه يا مس. بلون ايه؟ جوه يا مس. هطلع بره؟ لا 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 يا مس. ينفع اعمل كده؟ لا 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 يا مس. بتقول لي كده وحش. لا لا كده غلط. انا عايزه ايه؟ يبقى جوه. عايزه ايه؟ يبقى جوه. كل تلويني يبقى جوه. عشان كده ابقى ولد شاطر وولد ممتاز. عايز ايه؟ ابقى ولد ايه؟ ممتاز. بمسح بلون جوه بس. طيب ممكن في الوقت ده تركيز الاطفال معايا يقل، هعمل ايه؟ لما هدي الطفل كده على السبوره رسمه انا محتاجاها والطفل محتاجها، انا محتاجاها لشرحي، هو محتاجها عشان تلفت انتباهه ليا. طيب انا اعمل له ايه على السبوره؟ طبعا هو بيتفرج دلوقتي. المس بترسم ايه؟ المس بترسم ايه؟ هي المس بترسم ايه على السبوره يا اولاد؟ بترسم ايه؟ بترسم ايه؟ مش سامعة. تفاحة. المس رسم التفاحة؟ اه المس رسم التفاحة. طب تيجي نشوف عدد التفاح اللي على الشجرة ده كم واحدة؟ يلا نعد مع بعض. واحد هو ربي. واحد هو ربي. اتنين ماما وبابا. اتنين ماما وبابا. تلاتة هم اخواتي. تلاتة هم اخواتي. اربعة هم اصحابي. اربعة هم اصحابي. خمسة هم صلاتي. خمسة هم صلاتي. ايه 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 ايه؟ ستة ايه؟ مش سامعة. ستة ايه؟ ستة اصحى بدري. ستة ايه؟
ممتازين. طب تعالوا نطلع التفاح كده هنا، تعالوا نطلع التفاح هنا، يلا نعد مع بعض. سمعة. برافو. برافو. خمسة. ممتازين. ستة. كم كده تفاحة؟ ستة. كم تفاحة؟ ستة. ممتازين. يبقى انا لقيت كده معايا ايه، طلعت على السبورة كتبنا الرقم كررناه اللي هو قريناه كتير يعني عشان ننطقه قدام الطفل. طيب بعد كده حطيت له، انا استخدمت اشياء ملموسة واستخدمت على السبورة برضو شكل ان هو يجذب لي انتباه الطفل، يجذب لي انتباه الطفل. طيب ده كده انا برضو حققت رقم 2 من اهدافي في رقم 6. عندي رقم 3 ايه؟ عايزة قراءة لوحة الارقام من كام؟ طب ليه من 1 لـ10؟ انا 1 لـ5 بستخدمه لغاية 5. طيب انا دلوقتي واخده لغايه 6، طب ما اقول من 1 لـ6؟ لا، انا من 1 لـ10 بمهد لبقيه الارقام، بمهد لبقيه الارقام. ده مفيد للطفل ومفيد ليا، هيريحني بعد كده لما اقول له 7 و8 و9 و10، وهيريح الطفل برده ان هو يستجيب اسرع لبقيه الارقام. طيب تعالوا مع بعض نعد التفاح تاني كده يا اطفالي، تعالوا نعد مع بعض التفاح. مين هيعد معايا، كلكم ولا في حد مش هيعد معايا؟ مين اللي هيعد معايا؟ كلكم شاطرين. طب يلا نعد، قولوا معايا كده، هي المس كتبت ايه؟ 1 2 3 4 5 6. احنا خدنا لغاية 6. في تفاح تاني على الشجرة؟ لا. طب في تفاح تحت الشجرة؟ اه يا مس، في تفاح تاني تحت الشجرة؟ طب نعده ولا نسيبه؟ نعده ولا نسيبه؟ هنعده هو كمان عشان نعد كل التفاح. نعد ايه؟ كل التفاح. طيب بعد الستة طبعا معايا الطفل هيفصل لغاية كده لان هو اخره عدد لغاية 6، عدده اخره لغاية ايه؟ 6. طيب بعد الستة 7 8 9 10. طب يلا نقول مع بعض، 1 هو ربي، 1 هو ربي، 2 ماما بابا، 2 ماما بابا، 3 هم اخواتي، 3 هم اخواتي، 4 ايه؟ 4 هم اصحابي، 5 صلاتي. قولوا معايا الرقم ده اسمه ايه كده؟ 6 أصحاب قلبي. نفصل لغاية كده وانا اللي بكمل. 7 روح حضانتي، 7 روح حضانتي، 8 الحصة الأولى، 8 الحصة الأولى، 9 وقفة عرفة، 9 وقفة عرفة، 10 يوم العيد، 10 يوم العيد، 10 يوم العيد، 10 يوم العيد. ايه الفصل الممتاز ده؟ فصل ممتازين. يلا نسقف كلنا لبعضنا، يلا 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 يلا. السقفة دي تشجيع، السقفة دي تشجيع، وان انا كمان اسقف معاه ده تشجيع اكتر، لما يروح البيت هيقول ده المس كانت بتسقف لنا، مش هو بس الاطفال اللي سقفوا لي، ده المس كمان سقفت لنا، دي حاجة مفيدة. ماشي. طيب يبقى انا كده تاني حاجة ان انا حققت الهدف الثالث اللي هو قريت اللوحة من 1 لـ10. طيب هكتفي بذلك؟ لا، انا كده انا اللي اشتغلت، انا عايزة اشوف نتيجة شغلي. ايه نتيجة شغلي؟ ان انا بقى هبدأ اطلع ولاد على السبوره ينطقوا لي الرقم، ينطقوا لي الرقم. طيب هطلع اي حد؟ لا، علشان اشجع اللي بعده بطلع الممتاز علشان ايه؟ ينطق لي الرقم واسمع نطقه منه فردي. طيب انا اسمعه فردي وكفايه على كده؟ لا، هو هيقرا وباقي الفصل يقرا وراه، باقي الفصل يقرا وراه، ده بزود للي بعده ان هو يتنشط اكتر لقرايه الرقم، وبسمع هو فردي عشان اشوف نطق الرقم نطقه صح نطقه غلط. ده مفيد لكل المواد، اي حساب، قراءه، انجليزي، اي ماده. طيب هكتفي بكده؟ لا، ممكن ازود حاجه، ان اطلع الطفل تحميس كمان ان هو خد القلم ولون لي رقم 6، لون لي رقم 6. يبقى انا هطلع مجموعه ولاد، مجموعه اطفال هيقرا لي الرقم ينطقه ويلون الرقم. طيب وطبعا هاخد بالي ده مطلوب علشان اشوف هيلون ازاي، صح ولا غلط. طيب هو بينطق والناس الولاد بيقروا وراه، هلاقي الناس مش مركزه، يعني بقول 6 أصحى بدري، 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 6 أصحى بدري. في طفل صوته عالي وطفل صوته واطي، دلوقتي بعد ما كان تركيزه قل هرجع تركيزه تاني بحاجه زي كده، ان انا ممكن ادي طفل صوته عالي اي حاجه،
كراميل، اي تشجيع، حتى لو هسقف له اللي واقف على السبورة علشان الباقي يقول انا عايزه ابقى زي ده، فيرجع تركيزه معايا يزيد تاني. طيب دي حاجه برده مهمه في الحصه، ان المس سقف للطفل اللي على السبوره، هي برده اللي سقف له، ده برده مفيد. هي لوحدها ده المس، هي طلعتنا على السبوره فضلت هي بتسقف لي، ده مفيد ايه للطفل. طيب انا كده خلصت 3 اهداف معايا، فاضل هدف وده مهم جدا. ايه الهدف الرابع؟ الهدف الرابع اللي هو الواجب. الواجب ده شيء اساسي مع الطفل، شيء اساسي مع الطفل. ما ينفعش الطفل يروح من الحضانه من غير واجب خالص نهائي. ده كده ما عملتش حاجه النهارده في الحضانه، عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. هي ماما شافت اي حاجه؟ ما شافتش اي حاجه. ولي الامر بيعرف ان انت اشتغلتي من الواجب. طيب انا اشتغلت ايه في الحضانه النهارده؟ انا اشتغلت رقم 6. هيعرف ازاي ان انا اشتغلت رقم 6؟ كراستي، الصفحه بتاعت الواجب. طيب الصفحه بتاعت الواجب دي بحط عليها ايه؟ لازم يبقى موجود معايا تاريخ، ده مطلوب معايا جدا، مهم. طب ليه مهم؟ علشان اعرف انا اديت الرقم ده يوم ايه، علشان محدش يجي بعد كده يقول لي الرقم ده هما بقالهم خدوش غير يوم واحد، لا انا خدته كذا يوم حضرتك، بس ابنك اللي كان غايب. طب انا برضو عايزه اعرف انا اشتغلت فيه قد ايه واجب، علشان ما حدش يجي يقول لي انت بقالك اسبوع في رقم 6. ما هو ما ينفعش، لا ما كده غلط برضه، لا انا اشتغلت يومين ثلاثه بس كده. طيب عايزه يلون لي الرقم، يلون لي الرقم، اكتب له كلمه لون. انا مش محتاجه من طفل 3 سنين غير ان هو يلون لي ايه الرقم. طيب بعمل ايه بعد كده؟ احط له رقم 6 كبيره كده في الكراسه. طبعا انا قلت كراسه الحساب كراسه ايه؟ مربعات. كراسة ايه؟ مربعات. ده مهم جدا معايا، هل ينفع اديله واجب الحساب في كراسة قراءة؟ كراسة انجليزي؟ لا ده مرفوض، انا بطلب من ولي الامر كراسة مربعات للحساب. طيب حطيت له 6 كبيرة على في الصفحة، وبكتبها له فوق 6 اصحى بدري. 6 ايه؟ اصحى بدري. طيب طب انا ليه انا كتبت 6 اصحى بدري؟ علشان هو هيروح مامته بتعمل واجب، هتقعد تردد معاه 6 6 6. لا انا مش محتاجه 6 بس، انا محتاجه من 1 لـ10 في الاول 6 ايه؟ 6 اصحى بدري بالانشوده. طيب اكتفي بكده؟ لا، هديله حاجه تشجيع او حاجه يركز معاها. الطفل بيحب الرسومات جدا، هحط له ايه؟ الست تفاحات تاني، علشان هو مع مامته تقعد ايه؟ تقول له يلا نعد التفاح، يلا نعد التفاح. حطيت له كام على الرقم؟ على حسب الرقم اللي انا حطيته هحط عدد التفاح بتاعي. تمام كده، ده كده الواجب. طيب خلصت انا كده الواجب؟ لا، انا محتاجه انا شغل مني الحصه اللي بعدها. اللي هو ازاي شغل مني؟ شغل مني محتاجه ان الطفل هيلون لي ازاي، هيجي لي ملون ازاي. هو ممكن طفل يلون صح جوه بس، ده طفل ممتاز، ده طفل ممتاز. هل انا تعليم الواجب ده نقطة مهمة جدا، هل ان التعليم هيبقى كده وخلاص؟ لا. طب هل انا مش هعلم خالص واقلب على الواجب اللي بعده واكني ما شفتش ده؟ لا ما ينفعش. امال هعمل ايه؟ طفل زي ده ممتاز، ممكن اديله نجمة واحدة مع ده كله عامل كده حلو، ده كله اديله نجمة واحدة بس؟ لا، ممكن تبقى نجمة بتضحك، ممكن تبقى نجمتين، ممكن يبقوا 3. ليه ما ادوش 3؟ عادي اديله 3، ما اديله 3. طيب ممكن اكتب له ممتاز وباسمه، بتفرق. ممتاز دي عاديه، لو كتبت له ممتاز يا محمد، ممتاز يا احمد، دي بتفرق جدا مع الطفل. طيب ده الطفل اللي جاي عامل الواجب صح صح صح. طيب لو طفل جه مقصر في الواجب، يعني ايه مقصر في الواجب؟ يعني طالع بره، طالع بره. مع ان احنا في الحصه بدانا، احنا قلنا الشغل بتاعنا هيبقى ايه؟ هيبقى ان احنا بنلون جوه، هنطلع بره ده كده غلط ووحش، مش عايزين نعمل كده. طيب طلع بره، لا طب تعالى انت عملت كده ليه؟ طب احنا عايزين يبقى احسن المره الجايه. طب بص المره دي انا هديك نجمه، بس المره الجايه انا هديك ايه؟ نجمتين، لما تعمل صح، لما تعمل ايه؟ صح. تمام كده، دي حاجه كمان. طيب انا متعوده على طالب او طفل يعني بيعمل لي الواجب مش احسن حاجه في الواجب، هو دي طريقته، وبحاول معاه ان هو يعمل لي الواجب، بس هي دي طريقته، ان هو برده مش منظم الى الحد اللي انا عايزاه، وجالي عامله صح كده، يبقى كده في حاجه غلط.
كده في حاجه غلط كده، مش الطالب ده او الطفل ده هو اللي عمل الواجب، اكيد ولي الامر اللي عمل الواجب. صحي بقى متاخر، لما روح ما عملش واجب، وهي عشان تمشي بالواجب فهي اللي عملته. طيب تعالى يا احمد، انت ليه عملت الواجب كده؟ مين اللي عمله، انت ولا ماما؟ لا انا. لا دي ماما. لا انا. طب مين اللي عمله كده؟ لو ماما هتقول لي انا مش هزعقلك ومش هضربك، مين اللي عمل كده؟ يقول لي ماما. طب اقول له انا مش كده، مش عايزه كده، انا عايزه انت اللي تعمل لي الواجب بتاعك، انا عايزه انت اللي كده تعمل لي الواجب بتاعك. طيب وعايزاك ايه تعمله جوه؟ طب بص انا هديك النهارده نجمه، ولو جيت بكره انت اللي عامله هديك ايه؟ نجمتين. هديك ايه؟ نجمتين. وده كده مهم في الواجب، وهيخلي حمس الطفل ان هو يجي تاني يوم فعلا هو اللي عامل الواجب معايا. تمام كده معايا؟ كده انا النهارده خلصت كل اهدافي لشرح رقم 6، خلصت كل اهدافي لشرح ايه؟ رقم 6، اللي هي ايه؟ ان احنا عرفنا ان ده رقم محتاج عدد حصص من 2 لـ3 ممكن 4، اهداف اللي هو توصيل الرقم عن طريق الاشياء الملموسة، كتابة الرقم وقراءة لوحة الارقام من 1 لـ10، والواجب، ودي قلنا نقطة مهمة جدا. انتهت حصتنا الاولى لرقم 6، استناكم في حلقة جديدة ان شاء الله. معكم ميس اسراء عسكر من حضانة الطفل العبقري. مع الطفل العبقري هدفنا جيل واعي، وشعرنا خير البناء بناء الأبناء.